تعالوا شبابنا بقى نشوف التمرينات اللي هو مديها لي على زمن الماضي البسيط، والكلام ده موجود في صفحة 26. بيقول لي I used to play football when I was young but now I. قلت لكم حبايبي used to معناها تعبر عن عادة في الماضي، يبقى إذا أنا كنت معتاد إن أنا ألعب كرة في الماضي وأنا صغير، لكن دلوقتي قلت طالما قال لي but now يبقى إذا النافي هيكون بحاجة من الأربعة، يا don't يا doesn't يا isn't يا aren't. طيب يا ترى هل هي اعتاد ان يفعل ولا اعتاد ان يكون؟ هتقول لي اعتاد ان يفعل، خلاص يبقى دلوقتي لا يفعل، يبقى don't يا doesn't، يبقى اذا هقول but now I don't. تعال نشوف number 2. بيقولي how long ago your father come back from London. قلت لكم حبيبي how long ago دي علامه من علامات الماضي البسيط، عندنا فعل في المصدر يبقى على طول هجيب did. تعال نشوف number 3. بيقولي my sister her university degree in 2018، يعني بيقول لي ان اختي خلصت الجامعة بتاعتها في 2018. طبعا حبيبي طالما مديني السنة وقبلها ان والسنة دي في الماضي باكيد ده علامة من علامات الماضي، فحقول got. تعال نشوف number 4. بيقول لي I went to the company and he the sales manager. طبعا قلت لكم حبيبي and بتربط بين فعلين في نفس الزمن، فلما اقول I went to the company بحقول and met. and met يعني وقابلت. تعالوا نشوف يلا number 5. بيقول لي did you eat to get up early. did you eat to get up early طبعا طالما قبل did يبقى لازم ارجع فعلي use، يبقى did you use وعندنا to فوق يبقى did you use to، هل اعتدت ان انت تستيقظ مبكرا. تعال نشوف اللي بعدها number 6. بيقول لي this nice story by طه حسين. this nice story by طه حسين طبعا طه حسين ده كاتب خلاص اتوفى، فالمفروض ان الكلام في الماضي البسيط. طيب الستوري بتكتب ولا بتكتب؟ هتقول لي لا ده كتبت لان الستوري مفعول، فبالتالي كلام مبني مجهول وفي زمن الماضي فلازم اقول was written. عرفنا ان الماضي البسيط في المبني المجهول بتاعه was or were وبعدين التصريف الثالث للفعل. تعالوا نشوف يلا number 7. بيقول لي she is study at night when she was young. طبعا هنا بيقول لي she not study at night when she was young. when she was young علامه من علامات الماضي البسيط، فاذا هقول اعتادت ان. طيب طبعا هنا جايب لي مصدر فما ينفعش اقول is used to ولا ينفع اقول was used to، يبقى هنا هجيب used to فقط لا غير، يبقى she used to study. تاني she used to study اعتادت ان تدرس بالليل او تذاكر بالليل وهي صغيره. تعال نشوف number 8. بقول my uncle used to drive a car he was 20. my uncle used to drive a car he was 20 طبعا هنا الرابط على طول حبيبي هيكون when يعني عندما. تعال نشوف number 9. بقول عادل ايه in طنطا in 2002. طبعا in وسنة في الماضي بقى من علامات الماضي البسيط، فطبعا عادل هنا was born والكلام مبني مجهول was born. تعال نشوف number 10. بقول last month he ate his job without any knowing about it. طبعا بقول last month، طبعا last month من علامات الماضي البسيط، طبعا هنا هو ساب الشغل بتاعه من غير ما يعرف، يبقى اذا هقول he left his job. تاني he left his job. تعالوا حبايبي يلا نشوف تدريباتنا اللي في صفحه 29، ودي على الماضي المستمر وقاعده when و while والكلام بقى اللي احنا قلناه والرابط بتاعه الماضي المستمر والماضي البسيط. number 1 بيقول while my mother our lunch I was doing my homework so I couldn't help her. طبعا هنا حبايبي لو شفنا الكلام هلاقي طبعا انهم كانوا مستمرين في عمل اشياء ومفيش حد فيهم قطع التاني، يعني مامته كانت بتطبخ الغداء وهو كان مستمر في عمل الواجب فمفيش حد فيهم قطع التاني، فبالتالي القاعدة بتاعتي ماضي مستمر ماضي مستمر، يبقى while my mother لازم اقول was making. تاني was making يعني مامته كانت بتعمل الغداء انا كنت بعمل الواجب فعشان كده ما قدرتش اساعدها. تعال نشوف number 2. بقول I ate dinner when Adil arrived so I warmly asked him to share the meal with me. طبعا هنا لما عادل وصل انا كنت مستمر في تناول العشاء عشان كده قمت ورحبت بيه وطلبت منه ان هو يتناول العشاء معايا، يبقى اذا هقول I was having. يبقى وين هنا قبلها ماضي مستمر بعدها ماضي بسيط. تعال نشوف يلا number 3. بقول there are always economic crises يعني بيبقى فيه دايما ازمات اقتصاديه. pandemics طبعا pandemics حبايبي اللي هي الجوائح شكل جائحة كورونا كده، ده اسم طبعا، فبالتالي هجيب during وduring هنا معناها اثناء. تاني during حبايبي معناها اثناء. اللي بعدها بقول while a for the school bus I met one of my old friends. طبعا هنا ما تستعجلش وتقول له ان while بيجي وراها ماضي مستمر فانا هروح اخد was waiting. طبعا هقول لك هنا لاحظ ان while ما فيش وراها فاعل، وطالما while ما فيش وراها فاعل على طول حبايبي هجيب verb plus ing فأقول while waiting while waiting. number 5 بقول she ate dinner when we returned home. she dinner when we returned home تبقى دي قاعدة
when طبعا قبلها ماضي مستمر بعدها ماضي بسيط يبقى اذا هقول she wasn't making تاني she wasn't making. تعال نشوف حبايبي يلا page 30 صفحة 30 بيقول what a at 7 p.m. yesterday يعني كنت بتعمل ايه الساعة 7. طبعا لما حديد الوقت في زمن الماضي فبجيب ماضي مستمر بس لاحظ ان اداه الاستفهام بيجي وراها helping verb يعني فعل مساعد فاذا هقول what were you doing تاني what were you doing. نمبر 7 بيقول while سمير was doing his homework his sister ate to loud music. طبعا هنا حبايبي while جاي وراها ماضي مستمر. هنا بقى التركيز يا ترى هجيب ماضي بسيط ولا ماضي مستمر. بيقول so he wasn't able to concentrate يبقى اذا طول ما هو كان بيعمل واجب اخته كان بتستمع للموسيقى يبقى اذا الاثنين مستمرين في عمل اشياء في نفس الوقت فاذا هقول was listening تاني هقول was listening ما اقدرش اقول هنا listen. نمبر 8 بيقول احمد زكار was hit by a driver who ate at mad speed. طبعا بيقول لي احمد زكار عربية احمد اتصدمت بواسطة سائق طبعا السائق ده كان سايق يعني كان مستمر في القيادة فبالتالي هقول was driving. نمبر 9 بيقول I borrowed my brother's watch while mine. I borrowed my brother's watch يعني استلفت ساعة اخويا while طبعا while بيجي وراها ماضي مستمر. mine هنا حبايبي معناها my watch يعني mine هنا معناها my watch يعني بينما كانت ساعتي. طب ساعتي كانت بتتصلح ولا ساعتي كانت بتصلح؟ هتقولي لا كانت بتتصلح يعني كلام مبني مجهول فالماضي المستمر هنا هيجي مبني مجهول فاقول was being repaired تاني was being repaired. تعال نشوف نمبر 10 بيقول while I ate in secondary school I wrote many poems about nature. طبعا حبايبي دي جملة مهمة جدا لان قلنا في افعال ما بيجيش ابدا في الاستمرار ومنها verb to be اللي هو فعل يكون فبالتالي لما اجي اقول انا كنت في مدرسة ثانوي اوعى تقول while I was being verb to be ما يجيش في الاستمرار فاذا هقول while I was while I was. تعالوا نشوف يلا بقى تدريباتنا الشاملة اللي على الزمنين الاثنين. طبعا نمبر 1 بيقول لي yesterday at 5 past 7 يعني امبارح الساعة 7:05 I am my application to the company website. طبعا هنا حدد الوقت في زمن الماضي فلازم اجيب ماضي مستمر فاذا هقول I was uploading طبعا كنت برفع. طب اللي بعدها بيقول لي I visit the pyramids every month when I was in Cairo. بيقول انا كنت بعمل ايه في الاهرامات كل شهر لما كنت بزور القاهرة. طبعا هنا عادة في الماضي فبالتالي هقول I used to لان ربطها لي حبيبي بالماضي well, I was in Cairo when I was in Cairo فبالتالي هقول I used to. تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي he was a student he was writing short stories. طبعا هنا حبيبي he was a student يعني لما كان طالب عندما كان طالب. طب ما فيش هنا when يبقى اكيد هاخد ها while. while هنا قلنا verb to be ما يجيش فيها في الاستمرار ابدا يبقى اذا while I was he was a student يعني بينما كان طالب he was writing short stories. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي نوها found me while the dinner. طبعا هنا بيقول لي نوها اتصلت بيا بينما العشاء. طبعا العشاء هنا بيطبخ مش بيطبخ فبالتالي الماضي المستمر هنا هيجي مبني مجهول فلازم اقول was being cooked was being cooked. نمبر 5 بيقول I no longer play tennis. حبيبي no longer معناها لم يعد ولما اقول no longer لم اعد افعل شيء معناه ان انا كنت معتاد ان انا اعمله فبقول I no longer play tennis as I كما كنت ايه بقى هقول كما كنت معتاد تاني حبيبي هقول كما كنت معتاد فبالتالي هقول as I used to تاني as I used to. نمبر 6 بقول I couldn't open the door as I ate a shower. طبعا طالما ما قدرتش افعل شيء في الماضي يبقى اذا انا كنت مستمر في عمل شيء اخر فبالتالي هقول I couldn't open the door as I was having a shower اني كنت باخد حمام. تعالى حبيبي يلا نشوف نمبر 7 بيقول when Sammy was drawing his sister a poem. طبعا هو كان بيعمل حاجة واخته كان بتعمل حاجة تانية فبالتالي الاثنين هيبقوا ماضي مستمر فبالتالي هقول was writing a poem تاني was writing a poem. نمبر 8 بيقول when mom was climbing down the stairs she ate her leg. طبعا هو هنا ماضي مستمر فطبعا الحاجة دي قطعتها فبالتالي لازم اقول ماضي بسيط فاقول broke. نمبر 9 بيقول when I was in Alexandria when I was in Alexandria يعني لما كنت في اسكندرية I ate in the sea. طبعا هنا حبيبي when I was دي علامة من علامات الماضي البسيط عادي جدا لما يربط لي بعد when بظرف مكان او ظرف زمان عادي جدا يبقى دي علامة من علامات الماضي البسيط فاقول I always swam I always swam. قلت لكم حبايبي عادي جدا ان ظروف التكرار تيجي
في زمن الماضي البسيط للتعبير عن عادة في الماضي، فبالتالي هقول I always swam. طب تعال نشوف اللي بعدها، بقول I was having lunch when the telephone bell. انا كنت بتناول الغداء لما جرس التليفون، اكيد رن، يبقى اذا هقول rang. rang هنا ماضي بسيط، يبقى اذا ماضي مستمر ماضي بسيط. تعالوا نشوف يلا صفحة 31 واللي بيكلمني فيها برضو عن الماضي المستمر والماضي البسيط. نمبر 11 بقول what a when I called you you sounded very busy. بقول انت كنت مشغول، احنا عارفين ان مشغول يبقى كان مستمر في عمل شيء، فاذا هقول what were you doing. لاحظ ان what بيجي وراها فعل مساعد، فهقول what were you doing when I called you. تعال نشوف نمبر 12، بقول while she ate her homework my sister was listening to music. خلي بالكم ان هي بتعمل الواجب وفي نفس الوقت بتستمع للموسيقى، مفيش حاجه قطعت الثانيه، يعني اتنين مستمرين في نفس الوقت، يبقى while she was doing يعني وهي بتعمل الواجب. نمبر 13 بقول my mother made me a cake it a of lemon. بقول لي ماما عملت كيكه، وقلنا حبايبي افعال الحواس يعني لها مذاق، دي عمرها ما تيجي ابدا في الاستمرار، فاذا هقول it tasted. it tasted يعني كان لها مذاق الليمون. نمبر 14 بقول هو ايه تو بيفور ذا ستارت اوف ذا ليسن ذس مورنينج. طبعا عايز اقول هنا ان دول حدثين، واحد فيهم حصل قبل التاني، وبما اننا لسه ما اتكلمناش في الماضي التام فاذا هجيب ماضي بسيط عادي جدا، فاقول هو ديد يو سبيك تو، يعني انت اتكلمت مع مين قبل ما تبدا الدرس او بدايه الدرس هذا الصباح. تعال نشوف نمبر 15 بقول لي اي اي ا بوك when you found me last night. طبعا هنا عايز اقول انا كنت اقرا الكتاب، انا كنت اقرا الكتاب، فاذا هقول I was reading، ماضي مستمر ماضي بسيط عادي جدا حبيبي. نمبر 16 I was running I slipped and broke my leg. طبعا هنا كنت بجري عندما وقع، طبعا هنا ماضي مستمر وده ماضي بسيط، فطبعا اكيد هاخد الرابي بتاعي when، تاني هاخد الرابي بتاعي when. تعال نشوف نمبر 17 بقول the teacher a out just now. تقولك حبيبي just now علامة من علامات الماضي البسيط، فاذا هقول went out، تاني the teacher went out just now. تعال نشوف يلا نمبر 18 بقول she was going round the corner. she was going round the corner يعني هي كانت راها عند الناصية، and suddenly she a an accident، اكيد طبعا made. اللي بعدها بولي when someone a on the door I was reading a novel. يبقى اذا لما حد خبط على الباب قاعدته when، والماضي بسيط بعدها ماضي مستمر، فاذا knocked. اللي بعدها while a over Cairo the pyramids looked great. طبعا هنا حبيبي بقى مهم جدا ان انا اخلي بالي، طبعا الناس لما هتشوف while هيقول لي ما هو بيجي وراها verb ing وبيجي وراها كمان جملة كاملة في الماضي المستمر، طب يا ترى انا هاخد هنا بناء على ايه؟ هقول لك بناء على الفاعل الثاني the pyramids looked great. هتقولي الفاعل هنا مش هو الفاعل هنا، لان انا هنا اللي كنت بتجول، فبالتالي لازم اجيب الجملة كاملة، يعني اقول while I was traveling، تاني while I was traveling. امال امتى اقول while traveling؟ لما يكون هو نفس الفاعل. نمبر 21 بقول I always ate breakfast before I went to school. I always breakfast before I went to school. طبعا حبيبي قلنا always لما تيجي في الماضي، لان هنا I went، قال لي عادي جدا اجيب ماضي بسيط، يبقى I always ate، وate معناها اكلة. اللي بعدها number 22 بيقول لي while my mother was making the dinner I ate after my baby sister. while my mother was making the dinner هي كانت بتعمل حاجة وانا بعمل حاجة تانية، فيش حد فينا قطع التاني، فبالتالي هتبقى ماضي مستمر برضو، فهقول I was looking after تاني I was looking after my baby sister. طب تعال نشوف يلا بقول this car a to me 3 years ago. تاني قلنا افعال الملكية حبيبي ما تجيش ابدا في الاستمرار، فاذا هقول belong، تاني هقول كلمة belong. طب تعال نشوف اللي بعدها بقول I not noise while I was studying last night. طبعا هنا حدث لحظي، خد لحظة بسرعة كده اثناء ما انا كنت بعمل حاجة تانية، فبجيب ماضي بسيط عادي جدا فاقول heard. اللي بعدها number 25 بقول she ill when I visited her. she ill when I visited her. طبعا لما انا زرتها كانت تبدو. طبعا حبيبي هنا الافعال دي شكل ما قلنا افعال تقريريه ما تجيش ابدا في الاستمرار، فبالتالي هقول she seemed. she seemed. number 26 بقول while I ate at home a man knocked on the door and asked for help. طبعا هنا قلت حبيبي verb to be ما ينفعش يجي ابدا في الاستمرار،
يعني ما ينفعش فعل يكون يجي في الاستمرار. فاذا هقول while I was at home. While I was at home. Number 27 بيقول لي منى lunch when her friend phoned her so she couldn't answer the phone. ما قدرتش ترد يبقى اذا كانت مستمره في تناول الغداء. فبالتالي هقول was having. Number 28 بيقول لي when I was young يعني لما كنت صغير I swimming to playing tennis. طبعا هنا قلت لكم حبايبي وهنا ربطها لي بزمن بوقت، فدي من علامات الماضي البسيط مش قاعده when و while. فإذا لما أقول له when I was young هقول I preferred. تاني I preferred يعني أنا فضلت كذا على كذا. ولاحظ أن prefer بيجي معاها في النص to، يعني لما أجي أقول فضلت حاجة على حاجة بجيب معاها to. تعالوا نشوف يلا page 32 بيقول لي the patient at hospital but he died there. طبعا هنا الpatient المريض يا ترى هو اللي هيأخذ ولا يؤخذ؟ هتقول لي لا يؤخذ. جميل خالص. يبقى إذا الكلام مجهول ولا معلوم؟ هتقول لي طبعا مجهول، فبالتالي لازم اقول was taken. تاني was taken. قلت لكم بعرف المجهول من المعلوم، المجهول verb to be وراه تصريف تالت، المعلوم التركيبه دي مش موجوده. تعال نشوف نمبر 30 بيقول هي used to be brutal but now he. خلي بالك بقى he used to be يعني اعتاد ان يكون جميل، but now انا قلت لكم لما اقول but now يبقى اذا النفي بتاعي يب isn't يب aren't يب don't يب doesn't. بس هنا اعتاد ان يكون ولا اعتاد ان يفعل؟ هتقولي لا اعتاد ان يكون، فبالتالي النفي هيكون ب isn't او aren't، فهقول but now he isn't. نمبر 31 بيقول I ate in Alexandria a month ago. طبعا اجو من علامات الماضي البسيط، فبالتالي هقول I was. تاني هقول I was. تعال نشوف نمبر 32 بيقول لي she entered the theater and ate a ticket for the running play. طبعا هي دخلت الايه؟ المسرح. and ايه؟ اكيد طبعا نفس الزمن، فهقول and ordered. ordered معناها طلبت. تعال نشوف نمبر 33 بيقول I ate none of them that night. I ate none of them that night يبقى خلاص الليلة اللي فاتت، يبقى الكلام ده من علامات الماضي. طيب اقول didn't see؟ هقول لك لا طبعا، لان في none وnone دي حبايبي نافي، فلازم اقول I saw يعني انا لم ارى. اللي بعدها she cared for me I was ill. يعني هي اعتنت بيا لما انا كنت ايه؟ لما انا كنت تعبان. تاني هي اعتنت بيا لما انا كنت تعبان. عادي جدا حبيبي بقى ان انا ممكن اقول when I was ill او while I was ill، يعني ممكن اقول عندما كنت تعبان او بينما كنت تعبان، فبالتالي هاخد بي ان سي. نمبر 35 بيقول لي when the dog approached me I couldn't breathe. طبعا هنا dog الكلب approached me افعال الشعور ما بيجيش في الاستمرار، فبالتالي لازم اقول I felt. I felt. طب تعال نشوف يلا 36 بيقول لي she became a successful doctor the age of 40. طبعا عارفين المصطلح كله على بعضه في سن اسمها at the age of. at the age of. number 37 بيقول لي how would he react if his car isn't here. how would he react if he. طبعا دي حبايبي حالة if التانية، طبعا عارفين حالة if التانية بيجي ورا if ماضي بسيط، فبالتالي هقول if he new. تاني if he new. تعال نشوف نمبر 38 بيقول I ate tired this morning but I am okay now. this morning هذا الصباح من علامات الماضي. طيب عشان كده قال لي بعدها but I am okay now، لكن دلوقتي انا كويس، يبقى الكلام ده كان في الماضي. I was tired. تاني I was tired. تعالوا بقى حبايبي نشوف الادفانسد اكسرسايز اللي هو مديها لي. معانا نمبر 39 بيقول لي I am too getting up early in the morning to go to work. طبعا هنا حبايبي جايب لي تعبير عن عادة. طبعا العادة هنا حبايبي عادة في المضارع. طبعا العادة في المضارع بتبقى بام او از او ار يوز تو بعدين فيرب بلس اي ان جي. طب ما فيش هنا يوز تو بعد اي ام، فبالتالي هجيب كلمة accustomed. accustomed to برضو معناها معتاد ان، ودي بيجي وراها verb plus ing ودي بتعبر عن عادة في المضارع. تعال نشوف نمبر 40 بيقول لي ايه كايرو I visited the Egyptian museum. تاني ايه كايرو I visited the Egyptian museum. طبعا حبايبي هنا شكل ما قلنا ان while ممكن يجي وراها ظرف مكان، فبالتالي هقول while in Cairo. تاني while in Cairo يعني ما قلتش while Cairo، اقول while in Cairo يعني بينما انا كنت في القاهرة انا زرت المتحف المصري. تعال نشوف يلا number 41 بيقول لي in Paris I met a lot of famous people. نفس الكلام تقريبا، بس قال لي بعدها which can't start the sentence. يا ترى اني واحدة من دول ما اقدرش ابدأ بيها الجملة؟ طبعا during my stay دي صحيحة اثناء اقامتي. طيب while I was staying حولك while جاي وراء ماضي مستمر دي صحيحة. طب while in Paris حولك تمشي لان while ممكن يجي وراء ظرف مكان،
يبقى اكيد اللي ما اقدرش ابدا بيها هي while my stay، لان جايب لي بعد while هنا اسم، يبقى while my stay، يبقى while my stay اللي مش هقدر ابدا بيها. تعال نشوف نمبر 42. will I return it home when my mother was preparing lunch. when means، طبعا لو بصينا لوين هنا هلاقي جاي وراها ماضي مستمر، فاذا هي هنا حلت محل while، وطالما حلت محل while حبايبي يبقى اذا وين هنا بتساوي while. تعال نشوف نمبر 43. will I'd rather you aim my mobile. طبعا قلنا حبايبي would rather من علامات الماضي البسيط، فبالتالي هقول I'd rather you didn't borrow my mobile. I'd rather you didn't borrow my mobile. نمبر 44. بقول لمنى A a famous actor 2 months ago. طبعا هنا 2 months ago علامة من علامات الماضي البسيط. طب يا ترى هقول was married ولا got married؟ هقول لك ولا دي ولا دي، لأن عشان أقول was married أو got married لازم أجيب وراها to، يعني متزوجة من. طب عايز أقول هي تزوجت على طول، فإذا هقول منى married. تاني منى married. نمبر 45. بقول لي I aim my time at the park the other day. طبعا the other day حبايبي من علامات الماضي البسيط، وبالتالي I أنا استمتعت، فحقول I enjoyed. I enjoyed my time يعني أنا استمتعت بوقتي في الحديقة. Thank you very much for watching. تابعونا إن شاء الله في الحلقات اللي جاية مع شرح وحل تدريبات كتاب My New Friend على زمن المضارع التام والمضارع التام المستمر إن شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.